الخراب اللي احنا فيه ده كله من تحت راسك انت ومعلمك. المكتوب مفيش منه مهروب يا سليم. انت حسين البرعي؟ امر يا باشا. يلا معلم. بالله عليك ما تسيبنا يا معلم. وانت بقى مطمن لفريده دي قوي كده؟ انا فريده دي الوحيده اللي حبيتها في حياتي. بقى الوادي الواطي ده يعمل كده في ابن حتته؟ الهبهبه بتاعتك دي مش هتنفعك بحاجه. انا عندي 4 شهود بيقولوا ان انت سرقت العهده. اظن انا كده عملت اللي عليا. زلطه لبس والنيابه شالت اسمك من القضيه خلاص. ها جاهز تنفذ الليله؟ اجيبهولك فين وامتى؟ سلمني اختي في حضني هسلمك سليم. ما دام حسن الضبع ناوي يجي على سكتي خليه يستحمل اذيتي. تمام كده. انا اول مره احس الاحساس ده في حياتي. كبرت يا هدى وبقى في اول مره، بس اكيد مش هتبقى اخر مره. انا حقي خدته كاملا، بس الاذيه ليها 1000 بابا باشا. انا اذيه ليه؟ انت بتخوني بعد كل اللي عملته علشانها؟ صدقني الحوار ده فيه سوء تفاهم. هي اللي قالت لي بنفسها. انا صلاح بيه، انا لسه راجل امن، شغلتي ان لو قابلت مجرم لازم اقبض عليه. انا عايز اقتلها. بعدين جاي النهارده وجايب دليل براءتي معايا، بس دليلي معايا يطلعني بريء قدامك انت بس، مش انت ظابط حقاني ومحترم وعمرك ما جيت على حد. بس الفيديو ده بيقول ان تامر ابو المجد هو اللي قتل البنت، لكن ما بيقولش مين اللي قتل زياد. قصدي انك بعد ما شفت الفيديو ده اكيد مش مكدبني. اخوك بسلامته طلع حويط، هيدخل هو الاول وراس ليه، هيفهموا ان هنا مكان يجي يستخبى فيه هما الاثنين. طب افرض المهله خلصت وما مشيوش، هيبقى ايه الحل ساعتها؟ قسما بعزه جلال الله لو ما استلمتش البيت قبل ما المهله تخلص لكون هادد البيت على اللي فيه. تعالى يا حبيبتي. هو الثغر ده اللي هيخليته هو ابراهيم ويجي مع حته مقطوعه زي دي؟ ما تشغليش بالك انت، انا فهمته هيعمل ايه. هيقولوا ان ده مكان جايين يستخبوا فيه لازم يجي عايم. يا سلام، على اساس ان هم مش مستخبيين في حته دلوقتي؟ هو انت بتزهقني ليه وبترد كتير ليه؟ هو قال ان عنده مشاكل في الحته اللي مستخبيين فيها، وصلنا للحل ده. اسكتي بقى شويه. ابراهيم جه. شش. في ابراهيم. انا غلطت غلطه كبيره قوي، ما ينفعش ما اسلحهاش بسرعه. هتسيبه يمشي ولا ايه؟ ده هيروح فين يعني؟ انا هجيبه تاني. طب يا بيه، انا هروح اروح البيت نورة مع سميحة والعيال في المكان اللي انا مخبيهم فيه وهجيلك يا بيه. ما تجيش، روح انت يلا. لا يا بيه مش هسيبك، هوديهم وهجيلك يا سليم بيه، هوديهم وهجيلك. امن نفسك يا بيه، لا يضرب عليك نار تاني. هوديها وهجيلك يا بيه. وما كملتش في اتفاقك ليه مع زنات ابراهيم؟ كان بالسهل قوي عليا كده يا سليم بيه. وبعدين انت بالنسبه لي ربنا العالم اللي في قلبي. تاني زي اخويا بالظبط. وانا مساعد منك زي ما انت بتقول، احنا بين اخوات ونوره بقت زي اختي. خلينا نفكر بقى ونشوف هنعمل ايه كده نطلع من عند زناتي من غير ما تتاذي، وبالمره نكسب اللي عمله زناتي فينا. هتعمل ايه بقى دلوقتي يا زناتي؟ معرفش يا صفاء، معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ ما قلت لك من الاول سيبك من اللي في دماغك ده خالص يا زناتي، برضه ما سمعتش كلامي. بقول لك ايه، انا مش ناقص تقطيع مع المسه، كنت عايزاني اسيبه يعني؟ ما انت كده كده سبته يا زناتي. لا يا صفاء، انا كان عندي حق. سليم مش هيرجع غير لما رقبه واحد فينا تطير. يا رقبتي يا رقبته. انت عايز تسخنه عليك اكتر ما هو سخناني يا زناتي؟ المره دي ما ظبطتش، هتظبط المره الجايه. هو لسه في مره جايه؟ لازم يا صفاء، بس المرة الجاية مش هبقى لوحدي. يعني ايه؟ يا متر، انا لازم اشوفكم. لا دلوقتي. سلام. لا انا ماليش في الحكاية دي نهائي. يعني ايه يا حاج الكلام ده؟ يعني اللي سمعته. انا جرايه يا متر، ما تفهم الحاج ان احنا مربوطين سوا للاخر.
ما تستهدوا بالله يا جماعه، خلونا نعرف نفكر. نفكر في ايه؟ هي عاد فيها التفكير؟ انا خلاص شبعت مصايب من ورا البني ادم ده. المصايب دي اولها عندك انت وابنك يا عم الحاج. ليه يا اخويا؟ كنت انا وابني اللي قلنا لك روح اجلسني من انصاري. وانا عملت كده ليه؟ ما انا عايز اقطع عرق واسيح دم عشان نخلص. ولا انا غلطان يا متر؟ ايوه غلطان. غلطان لانك بتفكر من دماغك من غير ما ترجع لاي حد. انت فاهم نفسك اللي بتفهم لوحدك ولا ايه يالا؟ المهم خلاص اللي حصل حصل. والكلام في الفايت نقصان عقل، خلينا نفكر في اللي جاي. جاي ولسه في جاي؟ ايوه في جاي، واللي جاي يخصنا كلنا. سليم الانصاري دلوقتي طار وبقى طارين، واحنا مش عارفين بيفكر ازاي. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي شفتك فيه. والحل يا ناشا هنعمل ايه؟ الحل ان الافندي ده لازم ياخد اجازه. انت تروح بكره تقدم على اجازه، وانا هشوف لك مكان تتوى فيه لغايه ما تعدي الليله دي على خير. بس على الله بقى حكايه البنت اللي اتخطفت دي ما تظهرش وتتقلب على دماغك. ما تقلقش يا متر، انا عامل حسابي. محدش شافني غير البنت نفسها، وحتى مكالمات التليفون كنت بعملها من تليفونها. يعني كلامها قدام كلامي. يا سلام. طب والتاجر اللي انت اتفقت معاه يا بورم؟ حسن الطبع ما يقدرش يفتح بقه، لانه عارف قبل ما يفكر يعورني هعوره. وبعدين يا حاج ما تقلقش، انا زناتي. الله العظيم، ثلاثة ما ودانا في داهية غير البرمجة بتاعتك دي. مفيش داهية ولا حاجة. المهم يا جماعة لازم نحرص الفترة الجاية كويس قوي. وبعدين يا ريت محدش يجيب خبر لحماد بيه عشان ما احناش عارفين ردة فعله ايه. تميم بيه، بس عادتك عارف ناجي العوضي ده بتاع كلام كتير، عامل فيها احمد عراب. تمام سعادتك، ما انا عملت كل نصايحك وبعدت عن موضوع سليم الانصاري ده خالص. لا بس انا مش عايزك تقلق من موضوع ناجي دوت، اصل ده ما وروش غير الكلام الكتير. بس ما تقلقش، هو مش ماسك علينا اي حاجه. تمام سعادتك، في امان الله، مع السلامه. تعال لطفي. في جديد؟ لا اصل في واحد في المجلس عندنا عمال ينخور وراك. أم طمني لو في أي حاجة جديدة في موضوع سليم الأنصاري ده، ماشي؟ يلا، سلام، سلام. جدع حوت، عفرم عليك. يعني هم دلوقتي اتقابلوا وبعدين كل واحد نزل لوحده. طب تمام. خلي عينك بقى على زناتي وأوعى يغيب منك، بس من بعيد. ما تخليش ياخد باله، ها؟ ماشي يلا، اتكل على الله، لو في حاجة كلمني. يلا، سلام. الله يعفرم عليهم، لكنهم كانوا معانا وسمعوا اللي انت قلته لهم وبينفذوه بالظبط. الحمد لله كل حاجه ماشيه كويس. وانت ناوي على ايه دلوقتي بقى يا سليم بيه؟ بكره نضرب ضربتنا. يا شيخ عزام، الامور كده طولت والخواجه هيزهق. بقول لك يا اسحاق، انت مش سمعت الشيخ عطيه بودانك وهو بيقول الموضوع هيخلص بكره؟ بس يا مولانا ما فيش بس، ما تجهدش دماغك في التفكير. الموضوع هيخلص بكره، وبعد بكره باذن الله هنبدا الحفر. لا حول ولا قوه الا بالله. بكره يا شادي والله العظيم هخلص لك الحوار ده. يا ابني عيب عليك، انا الموضوع ده يهمني اكتر منك. طب انت فين طيب؟ طب ما تجيلي على البيت. لا طبعا، يعني هطمن عليك ازاي يا شادي؟ يعني انت بتكذب على فكره. بعدين تعالى هنا، انت ايه اللي خلاك تاخد المطوه بتاعتي من هنا؟ كنت فاكرني مش عارف؟ طب يا شادي شويه كده واكلمك. يخرب بيت امك، انت ايه اللي جابك؟ اعمل لك ايه يعني، وحشتني. عاوزة ايه انجي؟ ايه اللي جابك؟ الله، ما قلتلك وحشتني. انت سامعك راحت من ضرب ولا ايه؟ لا وحشت امك انت اللي دماغك راحت من الضرب. اعملي حسابك ان انا مش هجيبلك مخدرات تاني. ليه؟ خايف عليا؟ لا خايف على نفسي. قسما بالله انا ما ندمان على حاجه في حياتي قد معرفتك. ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه مع شادي ده؟ اعمل له ايه يعني؟ ما هو اللي دخل عليا وانا مصطبحه. وانا بصراحه ما كنتش فايقه الهري ده خالص. في واحده ست تقول لجوزها كده يا فجره؟ عايزه اخلص. انا بصراحه زهقت، ما بقتش اقدر اشوف ولا اسمع حد غيرك. ورايا يا انجي، انت فاكرني كاميروني ولا ايه؟ انت بتضربي ايه بقى لك كام يوم هبب عليكي كده مخليكي خربة الدنيا؟ هو انا لازم اكون ضربه عشان احبك؟
انا مش فاهمه انت قفش كده ليه؟ انا كنت فاكراك هتتبسط. وانا ايه اللي يبسطني في البومبه اللي فرقعتيها في وشنا دي؟ هتطلق. مفيش حد يبقى ليه حاجه عندنا، لا شادي ولا غيره. نعم يا اختي. وبدل بقى جو الحراميه اللي احنا عايشين فيه بقى لنا سنه وشويه ده. لا انا ما يخصنيش انا الكلام ده. امال ايه اللي يخصك بقى ان شاء الله؟ اللي يخصني صاحبي اللي انت كسرتي قلبه. الواد يا حول الله مخه شت منه من ساعه ما عرف بعملتك السودا. عملتي انا اللي سودا؟ وانت عملتك ايه بقى بينك؟ بقول لك ايه يا انجي، انت من اول يوم دخلتي في البيت ده وانا مرسيكي. شادي اهم واحد عندي في الدنيا، مستحيل اخسره تحت اي ظرف من الظروف. انت عبيط يا ابني، شادي ايه اللي انت بتحبه وانت مصاحب مراته بقالك سنه وشويه؟ والله بقى بني ادم وكلنا بنغلط. بعدين انت اللي اغرتيني وانا ضعيف من المنطقه دي. انا ما ضربتكيش على ايدك. ولا انا ضربتك على ايدك، وشادي بتاعك ده عارف ان انا مش طايقه وفضل مكمل، يبقى يستاهل بقى اللي يحصل له. انت عارفه يا انجي ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ لا مش عارفه. انا متاكد انك مش هتفهمي، بس هقول لك الفرق اللي بيني وبينك ان شادي بالنسبه لي بجد شخص مهم في حياتي بحبه، لكن انت عمرك ما حبيتيه. ده على اساس ايه بقى؟ انك حبيت مراته كده فوق البيعه يعني ولا ايه؟ انا قلت لك مش هتفهمي. وبعدين الحب وبقت ايه؟ انا عمري ما قلت لك اني بحبه. انا لا بحبك ولا ينفع احبك ولا احب غيرك. انا طايق نفسي بالعافيه. شويه الحب اللي قد كده في حياتي متقسمين ما بين امي وما بين شادي. صدقي بقى ما تصدقيش ولا اكلك قطر عشان قرفت. وكويس قوي ان انت جيتي دلوقتي عشان اقول لك الكلمتين في وشك. اللي بينا خلص يا انجي. هتحاولي تتصلي بيا ولا تهوبي ناحيه البيت. خلصت. قريب بقى تسافري ولا تهجري ولا تغوري في داهيه. كده؟ ماشي يا تامر. بس خليك فاكر ان انجي ما تعملش معايا كده. وان عادي جدا ممكن اطربقها كلها فوق دماغكم. ايوه يا باشا. الله، هو كان كلام عيال ولا ايه يا باشا؟ لا يا باشا، مش حسن طبع اللي اتكلت على فاه ويسكت. حصل ايه؟ حصل ان البنت لسه ما رجعتش، ومرات اخوها خفيت هي كمان ومشيت. الله، انتوا بتشتغلوني ولا ايه يا باشا؟ لا، ده انا اجيب عليها واطيها واطربقها فوق دماغ الكل. اسمع جر انت، ايه بتاع اللي صوتك وانت بتتكلم معايا؟ ده انا لبسك 100 قضيه وانا قاعد في بيتنا، واخليك تقضي اللي باقي من عمرك في السجن روح امك. وانا مالي ابراهيم هبه هو وعيلته؟ ما تروح لو ليك حق عنده خده. بقول لك ايه؟ عليا الحرام من جيل. لو جبت سيرتي مع مخلوق لا خليك تزعل وتجيب ناس تزعل معاك. اوعى تتصل بيا يا جعير انت تاني. يا اخويا بس اهدى كده شويه، لا يجرى لك حاجه. كلهم عليا يا ولاد الكلب. ده انا زناتي. معاش ولا كان يا اخويا، معاش ولا كان يا اخويا اللي هو بناحيتك. اقعد يا زناتي، اقعد يا اخويا، اقعد يا زناتي يا حبيبي، اقعد واستهدى بالله كده. كله من سليم ابن الكلب. من يوم ما شفته ما شفتش يوم عدل. وحياتي مش هتتظبط غير لما اخلص منه. يا اخويا ما انت حاولت تخلص منه وما يقدر على القدره اللي ربنا. لا يا صفاء، انا مش هرتاح ولا هدالي بالغ لما اخلص عليه بايدي. يا اخويا ما انت حاولت قبل كده تخلص عليه وما نفعش. انا بس اللي استخبلنا يومين في حته كده. بعدها ليا ترتيب تاني. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مش هقدر اعمل كده يا سليم، مستحيل. يا ده بطلي عنده اعمل اللي بقولك عليه. يلا خلصي، مفيش حل تاني. عشان خاطر يا سليم فكر، اكيد في حل تاني. حتى لو في حل مفيش وقت. يلا خلاص يا ده. طب انت بقى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه؟ عشان كنت هتقولي لابوكي، وابوكي ما كانش هيرضى يعمل كده. يلا يا ده، يلا ما تتعبنيش بقى. طب انتوا هتعملوا ايه؟ مش عارف، بس
بعد اللي عطيه هيعمله مش هينفع نقعد هنا خلاص. يلا بيتر. يلا ما تعبيش قلبي بقى، يلا خلاص. لو سمحت عايزه ابلغ عن مكان مجرم هربان اسمه سليم الانصاري. ايوه عوني هاي، برافو عليك، تطلع على هناك ومعاك قوة كبيرة، ما تروحش لوحدك. المنطقة اللي هناك دي مليانة أسلحة. اسمع الكلام، أول سليم الأنصاري ما يبقى تحت إيدك كلمني على طول. يلا بالسلامة، مع السلامة. تعالى صراحة، وشك حلو علينا. جات لهم إخبارية بمكان سليم الأنصاري. مبروك. مش هقول لك ألف مبروك إلا لما سليم الأنصاري يبقى في مكتبي. ها قول لي بقى كنت عاوز إيه؟ كنت عاوز أستأذنك في حاجة كده. يا إخواني، إني أشهد الله وأشهدكم على هذا المارق الذي تحول إلى مرض خبيث ينعس في جسد بلدتنا الطاهر. وكما قال المولى عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وأنا قدامكم أهو بديله فرصة أخيرة إنه يخرج بره البلد ويرحل بفسكه وفكوره، يا إما قسما بمن رفع السماء بغير عمل أخلي البلدوزر ده يساوي الأرض بالبيت اللي فيه. سمعني يا صالح، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! أوعى يا سليم، أنا هخرج لعطية أتكلم معاه. ما ينفعش، رجعي بعيد، بعدين ما تلاقيش الكوخ غايب في الطريق. استر يا رب، أنت رايح فين يا شيخ صالح؟ ما ينفعش اللي هتعمله ده، أنت كمان يا عم صالح. أنت خايف؟ أنا خايف عليكم. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! البتاعة اللي انت ماسكها في ايدك دي يا صالح، انت مش شايف فيه ايه قدامك ولا ايه؟ يعني انت مش هعمل بصيرة بس، انت اعمل بصر كمان. ارمي يا صالح البندقية اللي انت ماسكها في ايدك دي. هو اللي علمك ما حفظكش قوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ لا، علمها لي يا صالح، بس الكلام ده يخص المؤمنين ما يخصش أمثالك. وانت بقى اللي معاك الختم اللي بيقول ده مؤمن وده مش مؤمن يا عطية؟ تعال خش جوه يا عم صالح، ملوش لازمة الكلام. اسمع يا صالح كلام الجدع اللي معاك، احنا مش فاضيين للكلام الفارغ بتاعك ده. انا عندي كلمتين هقولهم واجري على الله. يا اخوانا، انا عشت عمري كله وسطكم، ربيت معظمكم زي ولادي بالظبط، وليكم علي حق النصيحة. يعلم ربنا إني بريء من كل التهم اللي رماني بيها عطية وصدقتوه. وأنا لو سبت بيتي عشان أحمي نفسي هبقى بخون كل حاجة جميلة علمتها لكم. وعشان كده أنا مش همشي ولو فيها رقبتي. بقى أنت يا صالح اللي بتكلمنا إحنا عن التربية والأخلاق؟ يا أخي روح ربي بنتك اللي أنت سايبها عايشة في حضن اتنين أغراب. كان لازم أصلح غلطتي في تربيتك يا كلب. اثبت! أبويا! أبويا! ما تعيطيش يا هدى، أنا رايح للحبايب يا بنتي، أنا كنت بتمناها ونولها لي. لا لا، من مات دون بيته فهو شهيد.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تسيبنيش. أشهد أن لا إله إلا الله. أبويا ما تسيبنيش يا أبويا بالله. أبويا أسيبني مين يا شيخ صالح؟ أسيبني مين؟ أبويا يا شيخ صالح يا شيخ صالح أبويا هنعمل ايه مولانا؟ هجوم مالي البلد. بلغ لاخوانه اقتالهم بلا حواده وان الله وعدهم احدى الحسنين الفوز او الشهاده. وانت شوف العربيه بسرعه وبلغ ابويا يسيب البيت حالا. انا هنسيبهم لوحدهم؟ هنسيبهم لوحدهم. احنا لازم نكمل مسيره في مكان اخر. يلا اتحرك بسرعه. انت مين يا جدع؟ انت وصلتلي منين؟ انا اسمي سليم الانصاري. خليك بقى فاكر الاسم ده كويس عشان هيفضل طول عمرك ابوس في حياتك. انا كنت فتيلك النهارده كنت ندمتك على كل حاجه عملتها مع الشيخ الطيب ده. بس معلش هقابلك في السجن قريب. استهدي بالله يا حبيبتي ربنا يصبرك. مات مات وسابني لوحدي. سابني لوحدي في الدنيا. اهدي يا حبيبتي اهدي. انت مش لوحدك احنا كلنا معاكي. يلا ابراهيم. يا سليم بيه كنت فين؟ اتاخرت ليه؟ كان لازم اجيب حق عم صالح قبل ما نمشي. يلا انا مش همشي واسيبه. ما ينفعش عشان خاطر يا سليم. مش هقدر. يلا يلا حيد الله يا انسه هدى. يلا حيد الله. الجثة دي تتنقل على المشرحة فورا ونستنى تقرير الطبيب الشرعي لما يطلع وساعتها هنعرف النيابة هتطلع تصريح التفنيد. والجثة يا فندم مين هيستلمها؟ ده بنته ملهاش أي أثر. هتظهر يعني هتروح فين؟ وساعتها هنعرف اللي حصل بالظبط. سليم الأنصاري يا فندم. سليم الأنصاري هيروح فين يعني؟ ما بقاش عنده حتة يروح فيها. هنجيبه هنجيبه. لازم هيقع في إيدينا. اقلبوا لي الدنيا على سليم. حاضر يا فندم.